فادي فريد المنضم للمنتخب الأولمبي. كابتن فادي أهلا بيك. أهلا بيك كابتن هاني، حضرتك الحمد لله بخير، مبروك الانضمام للمنتخب الأولمبي وربنا يوفقك. الله يبارك فيك. طبعا شرف كبير لأي حد إنه يمثل منتخب مصر، فرصة كبيرة أتمنى إن أنا أكون قدها، وإن شاء الله أبقى موجود في الأولمبياد مع المنتخب ومع كابتن شاوي إن شاء الله. ان شاء الله. طيب انت الموسم ده، يعني الموسم اللي فات كنت عامل موسم كويس جدا، الموسم ده كمان في تألق اكتر رغم الموقف الصعب للبنك الاهلي من بداية الموسم في الدوري، ايه سبب تألقك اللي حاصل السنة دي كابتن فادي؟ والله كابتن طبعا الحمد لله ده بيبقى توفيق ربنا، والواحد دايما بيجتهد وبيتعب يعني بيعمل اللي عليه وبيحاول ينفذ كلام المدرب، ودايما بشتغل مع نفسي وببقى مركز كويس جدا وعندي اهداف عايز اوصلها واحققها، فده بيعود عليا طبعا في الملعب ان الواحد ربنا بيكرمه، طبعا المجتهد دايما ربنا بيوفقه، بس وكل مجتهد نصيب يعني المعسكر يبدأ بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. منافسة برضو على مستوى المهاجمين، معاك أسماء قوية في خط الهجوم، شايف إزاي المنافسة عشان تستمر مش بس في المعسكر الودي لكن في الأولمبياد الفترة اللي جاية؟ طبعا معايا مهاجمين مميزين جدا كلهم بيلعبوا وبيأدوا بشكل كويس في الدوري، يمكن المهاجم دايما أرقامه بتتكلم عنه، فدايما المنافسة في الدوري شرسة عليا كمان ان انا لما اروح المعسكر وابقى موجود ان انا أأكد الكلام اللي يعني أأكد المجهود والمستوى اللي انا بقدمه في الدوري قدام الكابتن او قدام عينيه يعني، وفي الاخر اتمنى ان انا اخد الفرصة ابقى موجود في الاولمبياد يعني. ربنا يوفقك باذن الله. انت مين مثلك الاعلى، مين المهاجم المفضل ليك بره ولا في في بره الاثنين ولا في سواء مصر؟ من المصريين زمان او من العالميين دلوقتي؟ والله كابتن انا بصراحه يعني كابتن حسام حسن انا مش شفتوش وهو بيلعب، بس اتفرجت له على فيديوهات كتير جدا، فكان بالنسبه لي حاجه غير طبيعيه يعني. بالنسبه لي مثلا اعلى طبعا كابتن عماد متعب، عشان اتمرنت معاه فتره في النادي الاهلي، وكان مظبوط. برضه بالنسبه لي ثروت ذكي جدا وبيقدر دايما يخلص قدام الجول يعني. ايوه اكيد. بالنسبه لبره طبعا ليفاندوفسكي وكافاني. ليفاندوفسكي اهداف ما بتتوقفش، حتى لو فريقه مطرود منه واحد بيسجل هاتريك، فان شاء الله تبقى زيه في يوم من الايام. حبيبي يا كابتن، حبيبي. الاهلي كلمك تاني في فتره من الفترات سواء الموسم ده او اللي فات؟ لا لا يا كابتن، لا ربنا يوفقك باذن الله كابتن فادي، مره تانيه مبروك الانضمام لمنتخب مصر الاولمبي وبالتوفيق. حبيبي 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 يا كابتن. شكرا لفادي فريد مهاجم البنك الاهلي بالمناسبه.